أهلا بكم، صباح النور في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نحاول تصنيع وتحضير المنتج جلوزينكوم، هكذا. جلو من كلمة، من الثلاث الأحرف الأولى من كلمة جلوكونيك أسيد، هكذا، وزينكوم من عنصر الزنك باللاتينية، هكذا. زينكوم، جلوزينكوم. إذا ما هو جلوزينكوم؟ هو غلوكونات الزنك، غلوكونات الزنك. إذا رمزه الكيميائي زد آن، وأفتح قوس سي 6 إتش 11 أو 7 لكل اثنين، هكذا. إذا اثنين مواتي لحمض الغليكونيك، أو اثنين جزيئين من الغليكونيك أسيد مواتي للغليكونيك أسيد، مشتركان في شردة الزنك واحدة زد آن 2 زائد. وما هو هذا جلوزينكوم؟ جلوزينكوم والذي هو عبارة عن غلوكونات الزنك، ويستعمل لوقاية وعلاج الأغنام من نقص الزنك، من نقص عنصر الزنك. إذا هذه هي البنية الكيميائية أو التمثيل الكيميائي للزنك جليكونيت. طبعا هو اثنين جزيئين من الجليكونيك أسيد حمض الغليكونيك مشتركان في ذرة زنك واحدة، هكذا. اثنين مواتي للجليكونيك أسيد مشتركين في زنك واحدة. إذا مثلا عندنا زنك بشري، عندنا هذا مثلا شراب، زنك جلوكونيت شراب من أجل الأطفال. عندنا أيضا هذه أيضا زنك جلوكونيت شراب. عندنا مثلا هذه أيضا زنك جلوكونيت محلول، هكذا، محلول فموي على شكل سائل يعني، مثل الذي سوف نصنعه. عندنا مثلا هذه ايضا زنك جلوكونيت على شكل سائل، هكذا، شراب يعني. عندنا هذه زنك جلوكونيت على شكل معلق، اورال سسبنشن، معلق فموي، هكذا، يخلط جيدا قبل الاستعمال. هذا في حالة، هذا في حالة الاورال سسبنشن. عندنا هذا زنك جلوكونيت شراب، عندنا ايضا هذا زنك جلوكونيت شراب، هذا معلق زنك جلوكونيت سسبنشن، هذه زنك جلوكونيت حبوب، هكذا، اقراص يعني. عندنا هذه زنك جلوكونيت ايضا اقراص. عندنا هذه ايضا زنك جلوكونيت اقراص. عندنا هذه ايضا زنك جلوكونيت اقراص. هذه ايضا زنك جلوكونيت، هكذا، اقراص. المهم هذا المنتج سوف نصنعه. اذا نفعل 1 مول زنك اوكسايد مع 2 مول جليكونيك اسيد، فيعطينا الزنك جليكونيت زائد الماء كناتج ثانوي. اذا 8.44 غرام زنك اوكسايد زائد 40.69 غرام جليكونيك اسيد يعطينا 47.26 غرام، 47.26 غرام زنك جلوكونيت زائد 1.86 غرام ماء. إذا هذا هو جلوكونيك أسيد، لديه هذا اللون الأورنج هذا، والزنك أوكسيد هو مسحوق أبيض، هذا هو الزنك أوكسيد مسحوق أبيض، هكذا. إذا أول شيء نفرغ هذا المحتوى هذا هنا، هكذا، نفرغه هنا حتى نقوم بالتفاعل. ولكن قبل كل شيء نزن 8.44 تقريبا 9 غرامات زنك أوكسيد. إذن هذا هو أوكسيد الزنك، نزن الآن 9 غرامات. إذن هذه 9 غرامات زنك أوكسيد، أوكسيد الزنك. إذن نضعه داخل هذه الحاوية. الآن بعد ما سكبناه داخل هذه الحاوية، الآن نحضر الجليكونيك أسيد، هاي الجليكونيك أسيد، ونفرغه بالتدريج. إذن هو تفاعل حمض مع قاعدة. القاعدة في هذه الحالة هي الزنك هيدروكسيد أو الزنك أوكسيد، نفس الشيء.
والحمض هو الجليكونيك اسيد، يعطي لك الملح الذي هو الزنك جليكونيد جلوكونات الزنك، ويعطي لك الماء كناتج ثانوي. حمض زائد قاعده يعطينا ملح زائد ماء. إذن أنا مباشرة بعد ما بعد ما تجهز معي الجليكونيك أسيد أضفته وهو ساخن، أضيف فيه وهو ساخن، لأنه الحرارة تزيد من سرعة التفاعل. إذن أستفيد من حرارة الجليكونيك أسيد، هو يتكون مع الزنك جليكونيت. لاحظ هذا الطبقة كلها سوف تختفي من الزنك هيدروكسيد أو الزنك أوكسيد، نفس الشيء. أخلط المحلول لتسريع التفاعل. الآن نحن نقوم بعملية الترشيح، ننزع هذه الكمية الزائدة من أكسيد الزنك، يعني هيدروكسيد الزنك التي لم تتفاعل، وهذه الشوائب الموجودة. إذن هذا بعد الترشيح، إذن هذا هو الزنك جليكونيت منتج جلوزانكوم. هذا يستعمل كوقاية وكداعم ووقاية وعلاج نقص الزنك عند الأغنام. نضعها داخل هذه القارورة. إذن هذا هو المنتج جلوزانكوم، هذا جلوزانكوم، والذي هو عبارة عن زنك مخلبي على حمض الغليكونيك، على الغليكونيك أسيد. إذن هو زنك غليكونيت تشيليت، زنك غليكونيك أسيد تشيليت، هذه هي صيغته الكيميائية Zn(C6H11O7) كل اثنين. إذن هذا في هذه الكمية من الماء، هذه الحجم من الماء في هذا المحلول من حل 47.26 غرام زنك غليكونيت. هذا كان فيما يخص تصنيع زنك جليكونيت منتج جلوزانكوم، ليستعمل في دعم ووقاية وعلاج نقص الزنك، في دعم السبرماتوجينيزيس، التوليد يعني يساعد على توليد النطف، يزيد في الخصوبة، يعني في نهاية الأمر عند الذكر يزيد في الخصوبة عند الذكر. إلى اللقاء.